أدلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أدلى بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها مملكة البحرين اليوم وذلك بمركز درة البحرين. وبهذه المناسبة رفع سموه خالص تهانيه وتبريكاته إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على نجاح الانتخابات البرلمانية 2018. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين عاشت عرسا ديمقراطيا جسد معان وأهداف المشروع الإصلاحي الذي رسم خطوطه العريضة والرؤية الإصلاحية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ليقود تجربة ديمقراطية مميزة ساهمت في تبوؤ البحرين مكانة مرموقة على مستوى الممارسات السياسية والعمل الديمقراطي في العالم. وأضاف سموه أن البحرين أصبحت اليوم نموذجا حضاريا للحراك الديمقراطي على الصعيد الدولي، وذلك من خلال تفعيلها لأدوات العمل السياسي والتي رسخت مبادئ الحرية والشراكة، والذي قابله تفاعل شعبي واسع بالمشاركة الحقيقية في حق الترشح والانتخاب بالانتخابات النيابية والبلدية، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على ما يتمتع به الشعب البحريني من وعي وثقافة عالية ستدفع المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا ورفعة. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إنما شهدته الانتخابات البرلمانية هذا العام من مشاركة شعبية فاعلة هو بكل تأكيد وجه حضاري تمتاز به مملكة البحرين ودستورها الذي صان للشعب حقه في الممارسة الديمقراطية، فتلك المشاركة جسدت معان عظيمة من تلاحم الشعب مع قيادته في أداء واجبها الوطني الذي يشكل أحد الروافد الحقيقية الذي نادى بها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن ومزيد من الرقي والتقدم لهذا الوطن العزيز.